بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 45. أيها الأخت ها ميم ميم من سبت العلاية بعثت بسؤالين. السؤال الأول تقول فيه: إذا كان على إنسان دين وهو في بلد وصاحب الدين في بلد آخر ويقول إنه ليس محتاجا إليه عاجلا وقد أدى هذا المدين الحج قبل أن يقضي ما عليه من دين، فهل حجه صحيح أم لا يصح ممن عليه دين حتى يقضيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والذي يستطيع السبيل هو الذي يملك ما يوصله إلى بيت الله ويرده إلى بلاده بعد قضاء حوائجه الأصلية ونفقاته الشرعية. وإذا كان على الإنسان دين ولا يتسع ماله لسداد الدين والحج فإنه يقدم الدين ويسدد الدين أولا، ولا يجب عليه الحج في هذه الحالة لأنه غير مستطيع. لكن ما ذكرت من أنك حججت بالفعل وأديت الحج، فالحج صحيح في حد ذاته ما دمت أنك قد أديته، فهو إن شاء الله صحيح ومجزٍ، ولكنك تأثم على تأخير الدين. نعم. هل يشترط استئذان صاحب الدين في الحج ممن يريد الحج وعليه دين؟ نعم، يشترط استئذانه لأن حقه مقدم، لا بد من استئذانه. نعم. السؤال الثاني تقول: ما حكم تحريك السبابة في الصلاة في التشهد، وهل هناك كلمات معينة تحرك عندها، وما الحكمة من ذلك؟ حكم تحريك السبابة في التشهد سنة، ويكون عند لفظ الجلالة. إذا جاء لفظ الجلالة على لسانه فإنه يحرك سبابته، وذلك والحكمة في ذلك إشارة إلى التوحيد، كما إذا قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه يحرك سبابته عند ذكر لفظ الجلالة إشارة إلى التوحيد، وتحريكها سنة ليس بواجب. نعم. السؤال التالي من المستمع طه أحمد موسى سلمان، مصري مدرس بحائل، يقول: ما هو الحكم الشرعي في هذه الصورة؟ رهن أحد الأشخاص أرضا زراعية معلومة المساحة بمبلغ معين لأحد الناس لحين قدرته على سداد المبلغ، ويستلم المرتهن الأرض ويقوم باستثمارها ويأخذ إنتاجها لنفسه ولا يعطي الراهن منه شيئا، وذلك لحين سداد مبلغ الرهن، وقد تطول مدة الرهن إلى عشرات السنين، ولا يسلم المرتهن الأرض لصاحبها إلا بعد أن يأخذ مبلغ الرهن كاملا. فأولا، ما حكم هذا الإنتاج الذي يحصل عليه المرتهن طول هذه المدة؟ هل هو ربا محرما أم حلال؟ وماذا يفعل من فعل هذا إن كان هذا الفعل محرما يجب التوبة منه؟ وثانيا، ما موقف الراهن الذي أجبرته ظروفه المالية على هذا الرهن؟ وثالثا، ما موقف الشهود على العقد الخاص بهذا الرهن، علما بأن الراهن يقر في العقد بأنه أباح للمرتهن منفعة هذه الأرض لا حصة ولا أجرة لحين سداد المبلغ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل. نعم. أولا، إذا كان انتفاعه به بغير إذن الراهن فهذا لا يجوز بحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والأحاديث في هذا كثيرة، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن. قال في المغني: لا نعلم في هذا خلافا، يعني بين أهل العلم. أما إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن، فإن كان الدين دين قرض فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن أذن الراهن، لأن هذا يصبح من الربا، قوله صلى الله عليه وسلم:
كل قرض جر نفعا فهو ربا. والحديث وإن كان فيه مقال ولكن إجماع أهل العلم على ذلك، أن المقرض لا يجوز أن ينتفع من مال المقترض بشيء بسبب القرض، ويكون هذا من الربا. نعم. ولا يجوز كتابة هذا الشيء ولا الشهادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وهذا من الربا. فإذا كان الدين قرضا ورهن المقترض شيئا عند المقرض فلا يجوز له الانتفاع به، سواء أذن أو لم يأذن، لأن هذا من الربا. أما إذا كان الدين غير قرض، يعني كان ثمن مبيع مثل وما أشبه ذلك، وأذن له في الانتفاع به، فلا حرج عليه في ذلك لعدم المحذور، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخت ها ح ح ب مقيمة بالكويت، تقول: هل يجوز للمرأة التي انتهت عدتها، سواء كانت عدة طلاق أو وفاة، أن تتزين عند تعرضها للخطاب؟ وإذا كان ذلك جائزا، أفلا يتعارض هذا مع ما ذكر في القرآن الكريم من أن المرأة لا تظهر زينتها إلا لزوجها أو محارمها؟ يجوز للمرأة إذا انتهت عدتها من طلاق أو وفاة أن تتزين بما أباح الله لها، المعروف. نعم. قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يعني بالشيء الذي جرت به العادة، ولا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه مفاسد. تتزين بالكحل والخضاب ولبس الثياب الجميلة، وليس معنى هذا أنها تظهر أمام الرجال بهذه الزينة، فإنها يحرم عليها أن تظهر شيئا من زينتها عند الرجال الأجانب، سواء كانت خارجة من العدة أو غير خارج. يحرم على المرأة المسلمة أن تظهر أمام الرجال بما يلفت النظر إليها بزينة بدنها أو زينة ثيابها. ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لأن المراد أنها تتزين في بيتها وعند النساء، أما أنها تخرج للرجال وتبرز زينتها فليس هذا جائزا مطلقا، لا في حقها ولا في حق غيرها من المسلمات. نعم. السؤال الثاني هو عن الآية المتعلقة تقريبا بنفس الموضوع، تقول: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. تقول: ما معنى هذه الآية، وما معنى قوله فيما فعلن في أنفسهن من معروف؟ الذي عليه جمهور المفسرين أن هذه الآية كانت في أول الأمر. نعم. وكان المتوفى عنها يجب أن تبقى في بيت زوجها المتوفى لمدة سنة، وأن ينفق عليها من تركته، قوله: متاعا بالمعروف، متاعا إلى الحول. نعم. متاعا إلى الحول غير إخراج، تبقى في بيت الزوجية لمدة سنة وينفق عليها من ماله بوصيته، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي أنه يجب عليه في قبل وفاته أن يوصي بأن ينفق عليها إلى الحول، وأن تبقى في بيته. نعم. قال جمهور المفسرين: هذا ما كان عليه الأمر في أول الإسلام، ثم إن الله نسخ هذا بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، آية العدة، عدة المتوفى عنها، آية عدة الوفاة 4 أشهر و10، هذه العدة. وأما الإنفاق فهذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فليس لها نفقة من تركة الميت، وإنما تنفق من نصيبها هي، لأنها وارثة. لأنها وارثة، فنسخ الأمران، نسخ الإسكان ونسخت الوصية، النفقة. نعم. نعم. هذا ما عليه جمهور المفسرين، والله تعالى أعلم. قوله: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، المراد بها كما في الآية التي قبلها أنها إذا انتهت عدتها فلها أن تتزين بما جرت به العادة من غير إسراف ومن غير فتنة. إذا انتهت عدتها جاز لها أن تتزين مما منعت منه في حال العدة، لأنها في حال العدة ممنوعة من التزين، وإذا انتهت عدتها أبيح لها ما منعت منه في حدود المعروف الذي ليس فيه فتنة ولا إسراف. هذه رسالة من السائل إبراهيم سعدون عبد المولى، مقيم بالمملكة، بعث بثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول فيه: ما الحكم في رجل كسب مالا عن طريق غير مشروع؟
ودفع منه مهر زوجته التي يعيش معها الآن، وله منه 3 أولاد، فما الحكم في عقد الزواج بينهما في هذه الحالة وفي الأولاد، علما أنه تاب إلى الله من هذا العمل وقد أراد أن يعيد المال إلى صاحبه الذي أخذه منه ولكنه لم يجد، فكيف يتصرف فيه؟ وهل يجوز أن يتصدق به لزوج أخته المحتاج إلى الصدقة أم لا؟ أولا بالنسبة للنكاح، النكاح صحيح إذا كانت شروطه متوفرة، هو صحيح في حد ذاته ولا غبار عليه. أما من ناحية المال الذي ظلمته أخذته بغير حق، يجب عليك رده إلى صاحبه، يجب عليك رده إلى صاحبه وطلب المسامحة منه، لأنك ظلمته وأخطأت في حقه، فلا بد من أمرين: رد المال وطلب المسامحة مهما كلفك الأمر إذا وجدته. فإن لم تجده، لأن كان ميتا، فإنك تدفعه إلى وارثه، يلزمك دفع هذا المال إلى صاحبه إن كان موجودا مع طلب المسامحة، أو إلى وارثه إن كان ميتا. فإذا تعذر الأمران، لم تجده ولم تجد له وارثا ولا تعرف عنه شيئا البتة، مع بذل الجهد في طلبه واستقصاء البحث عنه، فحينئذ تتصدق بهذا المال على نية أنه لصاحبه وأن الثواب لصاحبه وأنت تتخلص منه. والله تعالى أعلم. في حال الصدقة، هل يجوز أن يتصدق به لزوج أخته؟ نعم، يدفعه للمحتاج أيا كان، سواء كان زوج أخته أو غير. نعم، لكن لو كان إخباره للمسروق منه أو للذي أخذه منه قد يحدث مشكلة، إذا كان يلزمه أيضا أن يخبر؟ إذا كان الإخبار يحدث مفسدة أكبر، نعم، فلا يخبره، ولكن يعمل على إيصال المال إليه بأي وسيلة، على إيصال المال إليه بأي وسيلة. وإذا كان إخباره بذلك وطلب المسامحة منه يلزم مفسدة أكبر، فإنه لا يلزمه ذلك. نعم. السؤال الثاني يقول: ما الحكم في من يشك في براءة زوجته من خيانته؟ هل يطبق عليه حكم القذف؟ وإن كان قد تأكد من براءتها وندم على سوء ظنه بها، فماذا عليه أن يفعل؟ مجرد الشك والوسواس من غير أن يتلفظ الإنسان بشيء، هذا لا يسمى قذفا. نعم. ولكن على الإنسان أن يبعد عن نفسه الشكوك والوساوس ويستعيذ بالله من الشيطان. والأصل في المسلمة العدالة، والأصل في المسلمة الأمانة. مجرد الشكوك والأوهام والوساوس هذه من الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله من ذلك، ولا يعتبر هذا قذفا. إنما القذف لو تلفظ ورماها بالزنا صريحا فهذا هو القذف، أما مجرد الشكوك والوساوس فهذه عليه أن يتركها وأن يرفضها وأن يستعيذ بالله منها. نعم. لو فرضنا أنه حصل القذف فعلا بأن تلفظ بذلك ورماها بما قد تكون منه بريئة، فما العمل؟ الحق لها إذا طالبت بحد القذف فإنه يحد، إلا إذا أسقط عنه الحد بالملاعنة. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم. هو بين أمرين: إما أن يأتي 4 شهود يشهدون بصحة ما يقول، نعم، وإلا فإنه يجب عليه حد القذف 80 جلدة، وله أن يسقط حد القذف بالملاعنة. قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. لو عفت هي ولم تطالب؟ لو عفت ما عليه شيء. نعم. لو عفت ليس عليه حد قذف، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذا اللفظ القبيح. نعم. وأن يصون لسانه عن هذه الألفاظ القبيحة الشنيعة. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول: رجل طلق زوجته 3 طلقات متفرقات، وبعد الثالثة استفتى رجلا يحمل القرآن وأعادها إليه، وهما الآن يعيشان معا وقد أنجبت له 2 ولد بعد العودة، فما الحكم في هذه الحالة وكيف يكون مصير الأولاد لو كانت الرجعة غير صحيحة؟ بعدما أن الأمر صدر فيه فتوى من عالم من العلماء، فلا داعي للبحث فيه مرة ثانية. وإن كان في شك من صحة هذه الفتوى أو في شك من علم هذا الرجل أو تقواه، فعليه أن يراجع المفتي أو القاضي في بلده ليدرس الملابسات والأحوال. أما مجرد السؤال في برنامج في الإذاعة هذا لا يكفي، لأنه يحتاج إلى تثبت وإلى نظر في الملابسات والأحوال بين
الزوج وزوجته وأسباب الطلاق وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. هذه السائلة منيرة عبد الله النجراني من المنطقة الشرقية الخبر، بعثت تقول: قرأت حديثا في إحدى المجلات عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب به علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما شكى إليه تفلت القرآن من صدره، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمته في صدرك؟ فقال علي: أجل يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة الجمعة فإذا استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها، فصلي 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ياسين، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة حاميم الدخان، وفي الركعة الثالثة فاتحة الكتاب وسورة السجدة، وفي الركعة الرابعة فاتحة الكتاب وسورة الملك، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء عليه وصلي علي وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بنور وجهك أن تنور بكتابك صدري، وأن تطلق به لساني، وأن تشرح به صدري، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يوفقني إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبا الحسن، فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تجب بإذن الله، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمن قط. فما مدى صحة هذا الحديث؟ فإن كان صحيحا فمتى تصلى هذه الصلاة من يوم الجمعة؟ وهل يجوز حمل المصحف في الصلاة والقراءة منه مشاهدة إن لم يكن المصلي حافظا له؟ وكذلك الدعاء، هل يجوز كتابته في ورقة وقراءته في الصلاة من الورقة؟ وما هو الوقت الأفضل للدعاء في الصلاة؟ وهذا الحديث إذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة صحيحة ومفيدة لحفظ القرآن والأمن من عدم ضياعه من الصدر؟ نعم. أولا، أما عن الحديث الذي ذكرته فقد رواه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، إلى أن قال ابن كثير: إنه من البين غرابته بل نكارته، والله أعلم. وعلق على ذلك الشيخ محمد رشيد رضا بقوله: بل أسلوبه أسلوب الموضوعات، لا أسلوب أفصح البشر محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، ولا أسلوب عصرهما. فعليه لا أرى لك أن تعمل بهذا الحديث نظرا لما قيل فيه. وأما من ناحية العمل الذي يسبب حفظ القرآن في صدرك، فعليك أن تكثر من تلاوته ومن تعاهده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتعاهد هذا القرآن، وقال: إنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فعليك أن تكثر من تلاوته وترديده، وحتى يثبت في صدرك، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. فلا وسيلة لحفظ القرآن إلا بأمرين: أولا كثرة التلاوة، وثانيا العمل بالقرآن، فإن العمل بالقرآن يسبب ثبوته في القلب واستذكاره. هذا هو الذي أوصيك به. أما كتابة الأدعية في ورقة وأن تقرأها من ورقة وأنت تصلي، فلا أرى لك ذلك. عليك أن تدعو بما تيسر وبما تحفظ، ولا تتكلف الكتابة والقراءة، لأن هذا يشغلك عن الصلاة. والقراءة في المصحف، السور التي لا يحفظها،
القراءة في المصحف إذا كان الإنسان لا يحفظ شيئا من القرآن لا مانع منها، رخص فيها بعض السلف وهو مذهب جماعة من أهل العلم. إذا كان لا يستطيع القراءة حفظا ولا يحفظ شيء يحفظ شيئا من القرآن، أو يريد أن يصلي بالليل مثلا ويتهجد ويريد أن يكثر القراءة لا مانع، وكذلك في صلاة التراويح إذا كان لا يحفظ القرآن فلا مانع أن يقرأ من المصحف لأجل الحاجة. نعم. هذا سؤال للمستمع عين عين حاء، مصري مقيم بالعراق، يقول: أنا شاب في 23 من عمري ومستقيم والحمد لله، وأبي رجل كبير، ولظروف عائلية ترك المنزل وسافر للخارج وترك الأسرة، وكان دائما يقسو علي أشد القسوة، وما رأيته مرة واحدة يعطف علي رغم أنني ابنه الوحيد، وشاء الله أن أسافر للخارج وألتقي به، ولكنه لم يفكر في مساعدتي للزواج رغم أنه يمتلك أموالا وأنا لا أملك إلا مرتبي الذي يسد نفقات الأسرة، وفوق ذلك أقترض من الناس لسد تلك النفقات التي تحملتها عنه بعد سفره، فهل الشارع يلزم والدي بنفقات زواجي، وماذا أفعل معه وهو رجل صلب الرأي لدرجة كبيرة لا ينفذ إلا ما يراه بالرغم من أنه يقوم الليل ويؤدي المناسك جميعا، ولكنه يقول إنني تعلمت وليس عليه لي أي واجبات أخرى، وهو يعلم تمام العلم أن مرتبي لا يتناسب ونفقة الأسرة التي تركها، فهل تزويج الابن واجب على أبيه أم لا؟ أولا نوصيك ببرك بوالدك والإحسان إليه، وإن كان كما ذكرت يصدر منه في حقك بعض القسوة فعليك بالصبر والتحمل والإحسان إليه، ولا تتبرم مهما فعلت مع والدك من البر، فإن هذا عمل صالح، والإنسان مأمور أن يدفع السيئة بالحسنة مع الناس، فكيف مع الوالد وأقرب الناس إليك؟ ولا أرى مبررا لشكواك منه وتبرمك منه، بل عليك أن تصبر ولا تبين هذا للناس، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومهما فعلت من البر والإحسان إلى والدك فهذا شيء واجب عليك. أما قضية وجوب تزويجك عليه هذا فيه تفصيل، إن كنت لا تملك شيئا الوالد يجب عليه أن يزوج ابنه، إذا كان الابن فقيرا لا يملك شيئا ولا يستطيع الزواج فإنه يجب عليه أن يزوجه، لأن هذا من الإنفاق، ونفقة القريب المحتاج واجبة على قريبه الغني، ومن ذلك تزويجه وإعفافه. أما إذا كنت تقدر على الزواج وتقدر على الاكتساب كما ذكرت أنك متعلم وأن لك وظيفة ولك عمل فلا يلزم والدك أن يزوجك، وإنما تتزوج أنت من كسبك ومن محصولك، وعلى كل حال الذي أراه لك أن تتوكل على الله وأن تكتسب وأن تعمل وتتزوج.